السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو عن يوروبا يونيفرسالس الرابعة. بنلعب اللعبة بسنجل بلاير، بنجربها. لعبتها من زمان واذكر ان كان فيها شيء قال الكيسس بيلي اللي كان مزعج، لكن قلت خلينا نلعبها بالبداية ونشوف اذا الفيديو يستحق ان نسوي عنها سلسلة ولا لا. فبالبداية بنلعب بالحسة في سنة 1444، بنلعب نبي نشوف نظامها ونشوف اذا نقدر نخلي القرين اللي هي الكويت أعظم دول أعظم منطقة في العالم في العصور الوسطى، أو شو يسمون هذا الرينيسانس. فنبي نشوف شنو نقدر نسوي فيها. فإذا عجبتكم السلسلة وتبون إذا عجبكم الفيديو تبون نسوي سلسلة عنها، عطوا الفيديو لايك، اشترك واكتب لنا بالتعليقات، وخلنا نشوف إذا وصلت يعني نبي نقول 500 لايك في يعني أول 3 أيام راح نخليها يعني راح نسوي لنا سلسلة عنها. بس إنه اكتبوا لي شنو الجيش اللي دبونه فيه، يعني مو تجيني تقول لي أبي أجوران هذولا ما أدري شنو آخر شيء يهود تلقاهم، ولا لوبا، لا كوبا، ياكا سامي الخوال هذولا يا أخي يخرعون. فنبي ناخذ الحسة ونبي ندخل عليهم في بلاي، وعطنا ايرون مان مود وعط النقطة عشان نعرف شخصياتنا. ناخذ ايرون مان مود، فبناخذ هذول بس عشان نتعلم اللعبة نتذكرها. في سالفة الظاهر ان معلوماتهم كبيرة، فحلو شغلكم طيب. اللي نبي نشوف ان عندنا نقطة هني تو فيو رايفلز، فنبي نعلن الحرب على احد. ما ادري شنو يعني تو فيو رايفلز، غلط الظاهر انه ينزل برستيجنا ولا شنو. ها باور بروجكشن قوتنا، اوكي فلازم ان نعلن الحرب على واحد. كلم هذا باخن وينه relationship send an insult. اخ يصير عنده كيسس بلي ضدنا يقدر يهاجمنا، كله يجي اخن بالمانيا مفروض هني، فشد حيلك ولا طلعش كثر المناطق. يا اخي اللعبه هذه معقده، ليش دخلتنا اياها؟ كله من فيصل، كله من فيصل دزلنا قال خلينا، ترى من زمان ما لعبت لعبه استراتيجيه فنبي نشوف. تعال نقدر نهاجم العرب هنا. العراق مو موحدة، بدأ بادية الشام ويست لاند ما تقدر حتى تحتلها. أو أعزاء أو أعزاء والله كنا نقدر نهجم على هرمز، نقدر نطلع لنا كيسس بلي ضدها. ما عندنا كيسس، زين خلينا نشوف، خلينا نشوف شو صار. خلينا نتعبث هني الفري أدفايزر، احنا قوتنا 3-4-5 أمير أجود ابن زامل جبريد، حلو هذا يعطينا ستابيليتي وهذا يزيد البرودكشن، يعطينا كتاب زيادة. أعتقد أن الكتب كان لها داعي، هذه administrative power. عطنا واحد مع أنه راح يكلفنا فلوس، احنا أصلا فلوسنا بالسالب، بس عطنا واحد اللي خسرنا فلوس يستاهل ولدنا. عندنا الناشنال بوليسي، شنو نقدر نسوي؟ نقدر نقول احنا خليفة، حلو، ونقدر نقول ان احنا ضد الهرطقة، نقدر نقول ان هذه تسوي you can convert provinces to sin. شنو هذا القطيف؟ قطيف شنو 7.9 يونيتي، شنو يعني ادفع فلوس؟ لا ما عندنا فلوس، ما عندنا فلوس. زين الايديز هذه تقدر تحط سياسات معينه، بس انه ما نقدر نوصل لها، احنا 3 قوتنا في البدايه، فلازم توصل 5 عشان تقدر تطورها. لازم نطور نفسنا اول شيء، يعني ادمنستريتيف تكنولوجي واصلين 3، فلازم نرفعها. شلون نرفعها؟ لا تسالوني باب. نحتاج 571، عندنا 84، يعني يقولك سنة بعد 6 سنين تقدر تطور هذه. هذه مشكلة انك تلعب بجيش ضعيف، مشلنا الوقت، خليه يمشي الوقت يا طيب. والمشكلة تدري شنو بعد الزيادة؟ لا تلعب اللعبة هذه بشاشة كبيرة، نلعبها بشاشة صغيرة عشان تقدر تطالع من يمين واليسار. كان عندك شاشة اللابتوب 17 انش هذه، يا سلام هذه 100%. عندك هنا هذه البفات اللي قاعد تجينا الاضافات، حلو تمام. ما عندنا شيء نحتاجه. Death of a merchant. أخ. عرير ابن دجين عاطف. Has died without an heir. A well respected trader. تاجر عندنا. تاجر تمر. إيه بالحسة بعد. مش يعني تمر الإحساء أكيد مشهور. He was a well-known patron of religion and arts. نقدر ناخذ هذه ولا هذه شنو؟ use them as he would have، نستخدم الفلوس واغراضه. الحين هو مات عندنا تاجر، اما ناخذ الفلوس
يزيدنا 8 ولا نستخدمه مثل ما مثل ما كان راح يستخدمه يعني التاجر هذا، تاجر طيب ورجال يعني يستاهل انه حبيبين. هذا يقول لك بولندا، احنا شك فيهم بولندا، ما له شغل فيهم، مش اللعب، مش اللعب. شنو عندنا بعد؟ شنو نقدر نتعبث فيه؟ government reforms ولا شنو هذا اقطاع؟ يا ساتر لوكت، هذه شنو نوبل؟ تعال المفروض تدري المفروض العب بالدي ال سي، نطور نشتري دي ال سي واقعد اطوره. فلوسنا 0.54 قاعد نخسر فلوسنا، فالظاهر لازم نطرد اللي عندنا. زين نبي دورنا هذا السند، عندنا احد ندزله؟ اثنين اللي عندنا، هذا رايح حق هرمز، وهنا نقدر نفتح التجاره. ورنا التجاره، ورنا التجاره، احنا عندنا مدينه وما عندنا بورت حتى. افا افا، بنولنا بورت، بنولنا بورت. شلون نبي فلوس؟ نبي فلوس، نبي فلوس. شنو هذا؟ امير درومر سويدنج ذا دلهي يبي يطقون كشمير. زين انا شك، انا شك في الموضوع هذا. انا قاعد اطور المدينة، مو قاعد اطور مدينتي الأمانة يعني. تيك لون يعطيني 9 بس، ريز وور تاكس حلو. تجارة عندنا مضروبة، فنحتاج نعدل تجارتنا شوي. اللي اذكر ان كنا نطق على التريد ونغير بهذولة. عطنا سند هني، خلي البصرة، بصرة لازم بصرة. هذا 9، هذه 4. ها تعال خلينا ندزهم حق هذول، خلينا ندزهم حق هذول. هذا 10 وهذا 9، ما ادري شنو هذا يعني. سورت باي فاليو، الظاهر ان هذول فلوسهم اكثر لنا من هذول. بس انه لازم انك تقوي نفسك، تجيب التريد باور، فتنقلهم، تخلي التريد باور عندك هناك بحيث انه تنشهر ويجونك. بس انه كان قبل في شيء قال الهوم نود، ما اذكر وينه، كانت النقطه مالتنا الرئيسيه هي اللي تجمع لنا فلوس. وين حطنا؟ عطنا التريد، عطنا التريد. زين الفلوس جايتنا. شكلها تروح حق شو اسمه، حلو قاعد تروح لنا هناك. لازم نجيب الفلوس عندنا. البصره لازم نحتل البصره، لازم نحتل البصرة. شلون نسوي كيسس بلي ضدكم؟ بلد سباي نتورك، لا اكسس اكشن، لا حلو. بلد سباي نتورك، انفلونس، شنو عندنا؟ ما عندنا شيء. الاينس ما عندنا، ما نبي نسوي تحالف وياهم. هذا يكلف فلوس. بيس سبيد 1.5، حلو. فنسبب كيسس بلي عندهم ويكرهوننا، عرفت؟ فنعلن عليهم الحرب. الحين ورونا التجارة مالتنا. والله قاعد نجيب العيد بالفلوس صح؟ مشكلة أخي ديرتك تكون في البداية يعني، فما تقدر تسوي فيها شيء. صعب إنك تدير دولة في البداية، فتقدر تنقص هذول. ما أصلاً ما قاعد يأخذون فلوس. الأرمي مينتنس وهذا نقصهم عشان ما عندنا فلوس، مو قادرين نلحق. ياخذ 0.95. نبيلنا تجار كبار يعني. هذا الحين 0.06 قاعد ناخذ. بعد فتره راح يتعدل هذا ويجيب لنا فلوس زياده، بس انه يعني يبيله وقت على ما يوصل هناك. يبيله سفن بعد، اذا عندنا سفن. يبيلنا تريد شيب. اي وحده فيكم التريد شيب؟ هذه وورشيب، سكيور تريد اوبورتونيتيز. هذه ما تنفع حق التريد، نبي لنا شيء حق التجارة. والله هذه زينة بس تكلف 20، ما عندنا فلوس أصلاً. هذول تهاوشوا هناك، خلهم يتهاوشون. عندنا هذول كلهم قاعد تجينا الفلوس تمام. نبي نضبط الاقتصاد مالنا، نبي نرفع الأوامر اللي عندنا. عندنا هذا قاعد يصعد 112. نقدر نرفع فلوسنا إذا رفعنا، إذا طردنا اللي عندنا هذا دبلوماسي. وين الدبلوماسي مالنا؟ خلي يروح حق شمر. أبيك تروح حق شمر تصير خوش ولد هنا. هذا وين تريدر؟ عندنا ميشنري أوت أوف توتال. سعدون صالح، وينك السعدون صالح؟ وين موجود؟ مشينري سترينج 2%. دزلنا والله هذا ياخذ فلوس، كلهم ياخذون فلوس. لا خليك انت، خليك. نبي تريدر، نبي شيء يجيب لنا فلوس. ميرشنت، ميرشنت، وين الميرشنت؟
والله ظاهر إنه بطرد هذا قاعد ياخذ منه فلوس زيادة وخسرنا يعني. الحين على الأقل تعدلنا الاقتصاد، نحتاج إن نركز على الاقتصاد. المشكلة إنه راح نحتاج نمشي الوقت بشكل كبير يعني، لأن ما عندنا قوة، ما عندنا قدرة. المشكلة شلون نبي نحن نحارب على هذولا؟ إذا أعطينا نو كيسس بلي شي يصير؟ عدن هذول حلفائهم كله، تعال نبي له حلفاء. عجل ضبطنا بالحلفاء يا أمير الحسة، نبي صير أصدقائكم. شلون نبروف ريليشن؟ خلي يروح يضبط لنا العلاقات مع شمر، أنه خطر شمر قرب. نجم ابن دهينم 522، أوه خمسة بالكتب، حلو. جانا ولد، يا سلام يا سلام. وين العائلة الحاكمة؟ نقدر نشوفها؟ ما نقدر نشوفها ولا شو؟ كاهو سترونج 81%. أفا عندنا هني 6 7 8، يعني قاعد نزيد 7 هني نزيد 8 هني، تمام كذي تمام. خلينا نعدل علاقتنا مع هذول عجل. ايش كثر يبيلنا على ما نقدر نصير حلفائهم؟ They view as rival. خلاص وقف عجل، نهجم عليكم، خرعني. أنت They view you as rival. أوكي هذا They view as rival، ولا كلهم نفس الشيء. خلنا نطق على هذا، هذول rival. وقف، هذول rival. هذول نقدر نسوي له. أوكي عجل، نوقف عن هذول. Have all the gold to claim. يبي يعلنون عن الحرب هذولا. زين نبي كيسس بلي عجل، هذولا قاعد يسولون لنا، يسببون لنا مشاكل. نبي شلون نسبب لهم، نطلع لهم مسألة ضدهم. هذولا قاعد ينتشرون عندنا جوجرات وفارس. هذا البرودكشن انترفيس نقدر نطلع مسلم فوت سولجر، مسلم كافالري. السلام عليكم، روح حق القران، روح حق القران، هددوهم. ما بقى الا هالشوع عبالي علم اسرائيل، علم الكيان الصهيوني. نبي نعدل علاقتنا مع ربعنا يعني، اكيد الامارات وعمان، اللي جاء عمان. هذه شلون كذا اساميها نزوه؟ المفروض اسمها عمان هي. ما راحت، عبالي حاطينها شو اسمه، عبالي عمان لها 3000 سنه ما ادري ايش كثر وهي سلطنه. هذول قاعد يسوون مشاكل عندنا، بلا نحاربهم، لازم نحاربهم. مشلنا اللي مشلنا اللي أنا أوريك. هاب شمر، أوه قاعد يسوون فابريكيشن هذولا. اثنينهم عجل مسوي لي، ها أنا أوريك بشمر. بس ما عندنا دبلوماسية، وين دبلومات؟ دبلوماسينا وينك؟ قاعد تعدل علاقتنا مع هذولا، ها كم علاقتنا الحين؟ حلو تمام. خليك أنت مضبطنا هني. زين عجل هذول كم باقي لهم؟ فابريكيت كليم واصل 16، يبيله نوصله ل 20 ها 20 عشان نقدر نهجم عليهم. انا اوريك فيهم. زين نبيلنا جيش يا رب، نبيلنا جيش. شلون نقدر نطلع جيش؟ حطوا لنا الحركه هذه ذيك المره بالتدريب، قال طق لك هني كذي يخلص المان باور عندك، بس يصنع لك جنود. يلا طلعنا رياجيل، نبي رياجيل مزح يعني تحرقون القاع هذه كلها. نبي البصرة، أهم شيء نأخذ البصرة عشان التجارة. عرير داخل عليهم. هذول شنو قاعد يصنع السلحة بعد سنتين؟ لا قل له مرة سنتين من اللعبة، شنو السرعة هذه؟ ها دخل جيشك هذا وين جايبه؟ خلص طلع الألف جندي، حلو. خذ لنا 1000 جندي، ودهم يمين ودهم هني، 6000 نجيبهم. زين نبي نرجع المينتننس مال الجيش، وهنا عداداتنا وين اللي قبل شوي؟ جفرمنت لنا اي وحده فيهم؟ هذا بس اولنا التجاره، اولنا روت اوت كوربشن، اولنا الفليت. نبي نحرص على شعبنا. زين التجاره مالتنا شلون شغلها؟ 0.54
هني راح يخسر 99 لأن عندنا جيش واجد. بس المورال هذا ولا شنو؟ ليش كذي تعبان جيشنا؟ خذهم خذهم انت خذهم ورجع ورا. زين نبي لنا ليدر هنا ما عندنا أحد. ريكروتر جنرال يكلفنا 50. عطنا جنرال، أبي جنرال أحسن جنرال في العالم جيب لنا إياه. سليمان أنور، السلام عليك سليمان. ثلاث نقاط شوك، أنا أهم شيء عندي الشوك أصلاً، أهم شيء عندي الشوك. ننزل ننزل تحت راية سليمان أنور. 6000 وين الخن بعد جيش؟ كلكم كلكم تحت راية سليمان. 7000 هذا قاعد يدز جيوش عندنا. يلا يلا قربوا قربوا عنده قربوا عنده، ما يصير أبيهم يقفون على الحدود، ما يصير. أوكي عطنا فابريكيت كليم، نبي البصرة. حلو عندنا كلام عليك عبارك. يلا يا شباب يلا عليه عليه هجوم. ديكلير وور تيك بصرة شباب، اخذ البصرة حتى هذا وياه. عطنا البصرة، وقف وقف شوف، نبي البصرة. نو كيس نبي البصرة. ليش رافض؟ يو هاف نو دبلومات تو سن. وين تاجرنا هذا؟ هذا شنو اللي جاينا؟ لورستان وين لورستان؟ وذ شمر نزلوا روحوا انطلقوا. ما حد يكلمكم. مش مفلفل؟ هذه شنو مش مفلفل؟ من وين طلعت لنا هذه؟ ما كانت موجودة. شيلد اوف اسلام. بيلد تو فورس. هاي انكم والله زينة هذه. بس هذا اللي شابه. زين ريزن سايز ارمي باي اكسباندينج اور فورسز. حلو شنو يعطينا هذا؟ مورال اوف ارمي ويرفع لنا ينقص لنا المودفاير. حلو تخلص مهمات كذي ويعطيك اغراض يعطيك جوائز. حلو هذا يعطينا بيس قلعه يحط لنا ينزلنا الصناعه والكونستراكشن. اي اي نبي نضبطها. هذا يبينا نرفع الانكم دي اربعه. حلو خلنا ناخذ البصره وزهر هني. شنو uncontested claims that will expire على هذه ولا شنو؟ ولا هذه ما مرت 25 سنة بنعلن الحرب. ما عليك ما عليك بس خلنا نجيب هذا. انت وين stop stop اول شيء بيك تسويه من ترجع تروح تعرض عليهم الحلف. يا سلام عليك الحين نعلن الحرب عندنا حليفنا هرمز. ما حق حليف شنو تبي الحين؟ نو دبلومات تسنت. خليه يجي خليه يجي دبلوماسينا. رد رد تسنت عليه. شنو هذا الحرب؟ صارت الحرب والله. وقف وقف اللعبة. اخ سويناها. طال عندنا نقاط بعد نقدر نطور. والله كنا يبينا نلعب بشخص دولة كذا ضعيفة. اخذ جيشنا واضرب البصرة. 7000 رجال وياي. ايش تبي بعد؟ معاشاتهم وشغلهم. خذ لنا البصرة، ما عنده جيش ها؟ هذا شنو لكن عدو. شمر ربع هنا. شمر. ما بينه وبينكم شيء، صح؟ حلو، نبي ناخذ البصرة. لكن جايني شمر. شمري. ها؟ آه. مرة راضي. أعلن، لا تركي كنا هذا. حسا هذا كوبايد بصرة. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. سوينا حققنا هدفنا. زين شلون نقول لهم رويال ماريج أوفر؟ قربنا حق بعض. أوكي أوكي ما عندي مانع. تعال نقدر نزوج مع نبي نبي دولة كذي. المدينة المدينة. يا سلام الظهر شمر. وين رويال ويدنج هذه اللي أعطاني إياها؟ بروكليم جارانتي. لا لا ما نبي هذا، نبي داينستي رويال ماريج. حلو ينقص قوتنا بس إنه قابلين. صيروا حلفاءنا عاد خلكم خوش عيال. زين بعد بعد منو عندك؟ تمرود أجم. تعال يا أجم في كيف أجم رويال ماريج ها. بس خلي يجي الدبلوماسي. لحظة لحظة الحرب الحرب. Your ports are blockaded. الله عندكم انتم طلعوا لهم طقوهم لا تخلوهم. انزل
هذولا خذوا لي الأهواز ما نطلع سوبر بيس ياخذ دبلوماسيين يطلعوا أهم شيء. أبي سيد بروفنس هذه وهذه يرفضون ها وور سكور يبون نزيد شوي. أوكي 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 ماكو مشكلة أجل أجم صير سلام عليك يا أجم حليفنا الصديق شيف أجم. شنو هذه باتل أوف بيرجن غلف فزنا كفو والله يا الربع كفو والله احرقوا لي اياهم. منو العدو الثاني وينه؟ احرقوا لي اياهم هني يلا لا تخلونهم لا تخلونهم. اي هذا الحروب لازم تكون انسان دموي. سكرتوا عليهم بعد بالبناء يا سلام عليك. اي عطنا بعد نبي الاهواز الحين قبل ما كنا نبيها بس الحين نبيها ولا ناخذ كل دياركم ما عندكم جيش دجو. اوه ابن عربي ابن عربي شنو يعني ايش قاعد يقول فور ماني سوف السندال ابن عربي فلوس بكم دهوند ميستيسيزم ما نبي لا لا ما نبي قده ايش نبي فيه بطلنا حطلنا بس ان نبي حربنا سوالفهم دقيقة كنا باللعبة. أي سنة 500 يعني عجل تطلع شو اسمه الدولة الصفوية هذه شنو اللي هني government reforms يا سلام 21 هذا شكله من نفسه قاعد يطول ولا spend 20 reform to gain the following effect. نرفع هذا الإقطاع ونطور هني كل ما لفلنا. أوكي أوكي لا لا عرفنا نلعب خلاص صرنا محترفين يا شباب خلاص طالع زاده وبعد ال هذا ايش جايبك انت كبتك شنو كبتك حلو الحين لحظه شباب لحظه الحين الوور سكور مالنا ايش كثر 9-8% بس نبي ناخذ كل اراضي نبي ناخذ كل اراضي اذا قلنا له سوبر بيس نبي الثنتين هذولا هذه الحال هلا ها هذه زين لا الحين لا يبيلها 14 ولا شنو يبيلها 12% هذه وهذه يبيلها 14 حلو ناخذها الحين خذنا الهواز تعال تعال حق هذه عاصمتهم تعال تعال حق عاصمتهم تعال حق عاصمتهم نحرقهم كلهم الله وكيل زين نبي نصرف النقاط هذه عشان نطور الانتاج نطور الشغل هذا كم واصلين يبيلنا 500 كنا صح 547 زين الايديز قاعد تمشي هذه ما وصلنا لها الحين كل هذول قاعد يصعدون السلام عليكم السلام عليكم زين بعد شنو عندنا نقدر نصعد نصعده ستابيليتي ريديوس لا ما نحتاج بوست هذه رفع لنا الستابيليتي ما نحتاج ايضا كانت في وحده تعطينا بوست حق المكينة نفسها خلنا نروح حق الجرين خلنا نروح حق الجرين نفسها ونعطيه كذي دبلوماتيك باور تو امبروف ولا بس دبلوماتيك باور ادمنستريتيف باور يرفع لنا ولا القطيف خلنا نطور القطيف خلنا نطور القطيف كذي نصرف 72 ما ادري خلنا نعطيهم صرف شوي بس عشان نرفع الارقام اللي فيها بحرين البحرين هذه كلها خليجي 4% حلوه خليجي عجبتني كلمه خليجي ما كان في خليجي هني كان في عضر وبدو بس اي بس كانوا خليجيين ها اوكي نحتل مدينتهم هذا اللي راح يحل الالف هذا شنو قاعد يسوي قاعد يكون قاعد يرجع مدينته زين تعال دافع عن قلعتك عاصمتك يا حبيبي فورم ذا دواسر شيف دواسر ترى وراك نجران دير بالك دير بالك لا دقيقين باللعب الظاهر زين فلوسنا وشغلنا كله تمام you have uncontested claims 1471 خل هذول بعدين
هذا 193 6 7 ما ادري شنو حلو تمام شغل تمام نبي فلوس بعد زياده اوه جاء جيشهم يا بسرعه ذبحوهم بسرعه احتلوا مدينتهم شنو هذا شيك مطول لكن ما تقدر تحتلها ارجع 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 صيد الالف هذا صيد الالف صيدهم تكفى تكفى يا سليمان سليمان انور سليمان انور لا تخسر راح جيشنا يو لوست ارجعوا اعادة تنظيم ما عليك اعادة تنظيم تقدر عليهم نبي فلوس عطنا لون حلو ونبيلنا اثنين برودكشن عطنا اثنين مشات والله بسرعة طلعنا حاصرنا المكان هذا وين راح حلو خذينا فلوسنا زين والحين وين جيشنا وين راح جيشنا ولا شدنا حشت ارجع يا طيب زين لفلت سليمان ولا شنو وضعك انت لفل ها ضبط شغلك الحين يطلعوا لك 2000 جندي زيادة اركب مع سليمان اركب مع سليمان روح هنا روح مع سليمان كلكم مع سليمان الحين نسترجع راضينا اللي خذوها الغزاة كم لكن رجع الورس كورسو ماينس 6 مير يلا عليهم سليمان حلو وي هاف تيكن لون للحين شقنا شق هذا يقول من توصل فلوسك خلاص ترجعها بال 8500 داشين عليهم اذناها على طول من ناخذها بنطلع على المدينه الثانيه ربعنا انتم دشوا ويانا بالحرب اجمو انفورس بيس ديكلير وور لا تعالوا الاينس ما سوينا وياهم الاينس انتروف ريليشن روح حق اجمو خذنا الهواس حلو هذا جاينا ب 8600 ارجع حق البصل احنا 8900 هم 8600 لا تخليهم ياخذون ارضنا سليمان قاعد تخسر سليمان بي دبلومات فرم شمر يا اخي شقونا شق هذول هذه المعارك المفروض نحارب شمر احنا رايحين حق هذول طالع 3000 ضد 2000 وحنا داشين عليهم 6000 لا لازم نعدل وضعنا احنا صراحه يعني اربطنا شوي فانا بنكلم هذول بنقول لهم سو فور بيس وقف سو فور بيس يو هاف نو دبلومات تو سن ارجع دبلوماسينا خل عنك عجمو تعال انتم تعالوا نبي نقول لهم وايت بيس خلاص ما نبي حرب رد سو فور بيس انتم ما نبي شيء خلاص وايت بيس أوفر تريبيو نعطيك أول نعطيها مراضينا شنو ما عندنا شيء احنا تبي أوكي ريجكتد والله ما يستوي احنا نبي السلام ما نبي الحرب مع الناس على طول ريجكتد اذبحوهم سليمان سليمان لا تخسر إيه والله إنك نقصت منهم حيل حاولت فيهم بس إن الكثرة تغلب الشجاعة أكيد you have loans عطنا loans جيب لنا هني هذا شنو يبي تعال خذ access نبي production production طلنا اثنين هني سلام عشان نحكرهم من الجهتين أنت تعال هني سليمان بيه ما ادري ايش قاعد يكلمك تركي المفروض نلعب بتركي تصدق تعال عدل المورال مالك على ما يطلع الجيش ما عليك ربعنا يصملون اللي في القلعه ما عليك منهم ضابطين شغلهم بس ان على ما نطلع احنا من طلع الجيش الالف اللي فوق نجي من هني ومن فوق من جيشين عرفت طلع لهم مكانهم شمر يبون القرين معاصي ايش عليهم دش
كلكم مع بعض كلكم مع بعض كلكم جيش واحد اكسروا لي انتم 5200 اكثر منهم. شغل اللعبة لازم تمشي اللعبة عشان تفوز عشان تشتغل. حلو قدرنا عليهم فوق صيدهم 5500 ترحم سليمان سليمان ياوش والله انها قريبة. ما عليه سليمان قاعد تحاول انت قاعد تحاول بس انك يعني يبيلك تشتغل. فهذه اللعبة اشكركم شباب على المتابعة وان شاء الله انكم استمتعتوا في فوزنا على الدولة الموجودة هني. فنبي نلعب عاد عنا مرة ثانية يمكن نلعب بالحسة مرة ثانية لان الصراحة ودي اني اتطور الدولة واخليها يعني كدولة كبيرة. فعلمونا انتم رايكم وان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.